ما احنا تابعناهم. اكيد عندك تمام. يعني ممكن تبقى في رسائل، اكيد عندك ملاحظات عايز توجهها للاعبين، تقول لهم ايه؟ خد نفس جامد. سؤال صعب. لا طبعا، بص، هو احنا النادي الاهلي دايما ما بتعرفش غير بالمركز الاول. عندنا نجوم وعلى قدر من المسؤوليه. انا اعتقد ان هم يعني ظروف الجيم كانت امبارح، الجيم بتاع امبارح يعني اعتقد الرد كانوا عندهم ارهاق فظيع، باين في الملعب حتى على الفريقين. لكن اول ماتش انا للاهلي هو تاني جيم يعني، انا كنت يعني بفتخر ان في باسكت بول بالشكل ده في مصر. كابتن اشرف توفيق، كابتن مرعي، اللعيبه بتاعت لعيبه الاهلي، لعيبه الاتحاد، قدموا وجبه دسمه جدا لجمهور النادي، لجمهور الفريقين. واعتقد ان هذا مكسب وخساره يعني. النهارده الاهلي كان موفق، بكره هيبقى لا. انا قصدي اقول يا كابتن انه احنا بكره مثلا المباراه دي المباراه هتبقى جيم فور، عادي جدا تبقى 2-1 وتكسب جيمين وتبقى 3-2. يعني قصدي اقول لك ان الامل ما انتهاش. لا لا طبعا، لا 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 ده لاخر ثانيه. بكره الامل موجود في المباراة. انا اعتقد ان الاهلي ان شاء الله بكره هيقدم مباراه كويسه، واعتقد ان في دعم معنوي كبير جدا يعني. احنا كلنا بنادم جماهير النادي الاهلي الحقيقه، ومجلس اداره كمان مهتم جدا ان هو الباسكت برضه لازم يعني طبعا يخرج ان شاء الله السنه دي ببطوله الدوري. بنحترم فريق الاتحاد طبعا. خلي بالك كابتن، يعني الفريق الاهلي بعد الصفقات اللي عملها دي يعني كونه في نفس السنه يوصل نهائي كاس ونهائي دوري، فدي حاجه طبعا، دي حاجه كويسه جدا. بس احنا عندنا مشكله بس ان اصاباتنا حصل في قبل الماتشات دي. على الفضيل طبعا والسلعوه، دي لعيبه مؤثره. والجمال كان رجع 10 ايام كمان. الجمال يعني الناس برضو لازم تبقى عارفه ان الجمال 10 ايام. عندنا حجم اصابات، فالروتيشن بتاع التغيير قليل عند الكابتن اشرف. انا بصراحه مش عارف انا مكانه هعمل ايه، بس هم بيأدوا. يمكن المحترف أليكس يانج من احسن المحترفين اللي جم في النادي، مش في الاهلي بس وفي مصر. خلقا وتأداء. لا هو لعيب ستار جدا، عنده حلول فرديه لنفسه، وده اللعيب اللي بيفيد فرقته. صحيح. عندنا برضو ايهاب امين، بس كان امبارح مش موفق او مرهق. عادي ان شاء الله بكره اعتقد الامور هتبقى غير الجيم بتاع امبارح ان شاء الله. خلي بالك برضو ان هو الباسكت لعبه ثواني، يعني ممكن في اي ثانيه، يعني زي ما شفنا احنا كنا ماتش امبارح قلنا خلاص النتيجه تقريبا راح للاهلي. انا اعتقد يعني حتى يعني اخر كوره اللي شاطها أليكس يعني نو كومنت، بس احنا عندنا ثقه في حكامنا طبعا. طبعا لا لا، احنا بنتكلم على الاداء التحكيمي، احنا يعني ما عندناش يعني كومنتات كبيره كده. لا 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 خالص، احنا اذا كنا بنتكلم على لعب او اثنين او بتاع فده حق اصيل، لانه الجماهير حتى بتتكلم، فلازم احنا يبقى في. انما نتمنى ان شاء الله يكون التوفيق بكره. ويعني قصدي اقول لك انه احنا بنعرف كويس قوي ان مش بس سبب الخساره بيكون او شماعه بنعلق عليها، ولكن طبعا طبعا يبقى احنا عندنا اكيد فيها حاجات اكيد دي خاصه بالكابتن اشرف توفيق، اكيد يبقى لامس الحاجات اللي حصلت امبارح غلط او في مستيك مثلا حصل. اكيد اعتقد ان الدنيا تمشي يحط ايدهم على النواصي اللي فيها مشكله فيه. ان شاء الله. طب كابتن ياسر، كان في صوره كده بس يعني هنعرضها لحضرتك وان